تصفيقاتكم نستقبل عبد القادر سكتار. فرنسا عندهم سلمة واحدة، يا تمد يدك وما تمدش وجهك، وإلا مديت وجهك ما تمدش يدك. سا سباس كوم سا في كاع فرنسا. أنا نضرب 4 شهور صاي نطرودة نولي غي ها ولا ها. ونهود البلاد، نهود مروضي بصح في البلاد كل واحد وكاش يسلم. والله شوف هادوك صحاب الحي يسلموا غير على جهه، هذا مانيش عارف ماشي نتاعك ولا كاريه ما فهمت، غير على جهه ويطبل لك في ظهرك. ها قلت له علاش عندها البالين ضاره هنا غادي يحلوا ولا عندي وحده عمتي اخوتي شوف والله سلم عليا 32 سلمه غير منها، دير لي هكذا 14 تعاود تشوف فيها تقول لي ولد خويا. وانا راني ها خلخلني. عاود عندنا هذوك اللي يغنيو الراب عاود عندهم واحد السلمه تاعهم كاسكيطه هكذا، وحنا كنا واحد 7 هكذا قاعدين وهما جاو 2 مين يسلموش كيما حنا هكذا وصافي نو سلموها. الواحد قاعد السلمة الواحد فيها قريب 4 ساعة هو ها ها جاو بداو يسلموا مع الاول وانا كنت في الاخر هنا وقعدت نشوف وطولوا في الواحد وانا قعدت هنا ريبيتي راجع خفتي وصلوا لي وما حافظش. باغزومبل اون فيي فام، حنا مراه كبيره كي تكون قاعده ما كان لها تنوض حنا نسلموا لها على راسها. انا شفت ناس يدير يدو على راسها ويسلم على يدو، قلت له علاش حنيت اي منا وديرها. وكاين واحد يكون يخدم، واحد راه يخدم ويديه مسخين يخدم في طوموبيل وانت ماما تجي تقول له السلام عليكم السلام صاي نو يعطيك يدو ما عمر جريس سمعتهولكش هكذا يقلبو. سما شوف فين ما كانش الجريس وتوشي وانت تقعد تعس هكذا هنا لا هنا تاع. وكاين وحدين انا واحد تلاقاني قال لي السلام، قلت له السلام، قال لي كي راك؟ قلت له لاباس، عطاني 2 وشدني بهذا شدني منه ها هذه سلمى اخوتي هذه قعدت نستنى وين يرقد بيا كي شدني. قلت انا قلت له صافا وياك ما قلت له صافا با. قال لي يماك راه لاباس؟ قلت له الحمد لله. 2 قال لي وبا؟ قلت له راه لاباس الحمد لله. 2 قلت يا ربي ما يسولنيش على خوتي، والله ويسولني على خوتي تم باتو تم. هواري عبد الكريم الو. وانا باغي نزيد نسلم على ناس اخرين وهو شادني. واش قال لي من بعد؟ قال لي عرفتني، وانا والله ما عرف. وشادني وفصله هنا جيتي اوبليجي نكذب. انا والله ما عرف، قلت يا ربي اسمح لي الانسان غادي يكذبنا. قلت له عرفتك، ما كي قلت له عرفتك ما تشي اقتنع بها وقال لي سي بون نو. قال لي شكون انا؟ قلت له انت ولد الحرام اللي تكذبنا.
وشوف اخوتي وكاين واحد الناس كاين النساء اللي يديروا الحجاب هذوك اخوتي القسم بالله لا دخلوا لنا واحد التوسويس نتاع بصح والله تشوف كي تتلاقى مرا بالحجاب تتوسوس ديريكتوم انت غير مع راسك تبدا تقول هذه تسلم والله لا ما عارفش باسكو انت خايف تمد يدك ويقعد هكذا يوحى اقبح حاجه تمد يدك وما كانش المقابل الوغ والله شوف كي تشوف مرا بالحجاب صاي توسوس سي بون وانت تقول تسلم ما تسلمش بون مانيش عارف الا تسلم ولا ما تسلمش مي الشيء اللي باغي نديرو وهو نوري لها باللي عندي يديا زوج ها هما والله ما تشوفيهم تفهم حسيت بيه لها باللي عندي يديا بصح ما نعطيهم لك الوغ جي جاي قول لها واش راك لاباس قول لك عبد القادر ما تسلمش علينا يا ربي الحمد لله هيا انت تسلم عليها واش راك لاباس خير وخذها معاها تا هي الحجاب تا كي تكمل معاها هذه تعطيها يدك حتى تقول لك خويا انا ما نسلمش انت تشوف في يدك هكذا قلت لك اولاد الحرام يردوك لوحة ونقول لك حاجة والله أخوتي أنا با لا فيريتي با كان أن كرون فيمور كان يكمي بزاف ولدرجة الدخان والله شوف الدخان هي اللي تنرفيك يكون عندك مون تاع الدخان وغير دير كارو تريح وأنا وليت كيما با وبا كان واحد وانا كنت حاسب با كان واعر غير معانا حنا ولادو سي تو تافي نورمال مي نو با كان واعر من برا واحد المره داخل مع جوايه الزوج نقيل الناس نعسه وانا جاي هكذا ونسمع واحد المره تهضر مع ولادها مراه مزوجه وراجلها وسمو عليه وعندها ثلاثه دراري وهي تقول لهم ركدوا نعسوا ولا نقول هذا عمي عمر جارتنا تخوف ولادها ببوا نو سي با بوسيبل دقيت عليها حلت قلت لها اختي شكون عمي عمر قالت لي بوا قلت لها دو كيل دروا تخوفي ولادك ببوا قالت لي علاش قلت لها خوفي ولادك ببوا ها هو قالت لي هو وراني نخوفو ببوا الوغ هنا والله اخوتي اللي عرفت بلي با واعر من برا وخويا خويا الكبير كان يموت من با شوف بوندون 25 ans كل ما با يعيط لخويا خويا ما يفتش راسو مي يهضر مع با هو هنا خويا يشوف له في رجليه هذه جامي دارها من الخوف ويهضر معاه يقول له واه با واه داكو صعب واه 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 25 ans ما شافش في با واحد النهار انا في القهوه قاعد مع خويا الكبير وبا فايت حتى خويا قال لي هذا شايف قلت له با قال لي قول والله قلت له والله قال لي كبيره سينور مي تو سي تعرف علاش خويا الكبير كان يخاف من با باسكو منين زاد هو با كانت عنده 22 ans 22 عام كان صحيح وهو الاول اللي زاد تعرف الضرب اللي عطاه صحة كاع في الرغافي انا منين زاديت لقيت با كبيريما والله بلا عواج وليت كي ندير كانش بيتيز يدير لي غيها قلت له عبد روحك الو شوف انا خرجت مشبه لبا في الدخان انا نكني والله اخوتي عندي قارو ما نفوتش دي مينوت نجمد الاخر
الو روح هذا النهار زقيت مع المرأة نتاعي وزقينا زقوان تاع بصح اوي باسكو على بالك بلي احنا ماشي كيما نقول نقول كي يكون الكوب عندهم ان بروبليم يحلوه ما يزيدوش الزواج تاع يحلو الاول. احنا العرب لا، احنا المرأة تلم والراجل يلم ونهار ديكرونشي يولي هو يقولها تاع عقلي رمضان اللي فات اربع ايام لا حليله وهي تقولوا تاع عقل منين رحت مع يمك الحج ما خلتونيش تدورو في هكذا. الور انا زقيت مع المراه ونزيد حاجه ننسى على بالك ننسى عندك 30 سكوند 30 ثانيه الاولى اللي تفهم المراه واش تهضر من بعد كي تكثروا عليها لينال الريزون مشى المرأة تكون أنا المرأة تاعي قالت لي ما تخلينيش نمشي عند يما تسعة شهور وأنا في كرشها. قلت لها علاش أنا قعدت غير في لابريميدي؟ تا أنا قعدت تسعة شهور. ألو كي يروح الريزو تولي تقول لك وأنت ما قعدت على ولدي أنت ما قعدت على ولدي وأنا نشوف المرأة هندية قلت لها داقي شاروخان داقي شوف هي تعيط وانا نعيط. بعد انا تفكرت قلت نوع بقدر راك تكبر واليوم راه كاينه واحد لا مرضي واعرة غير شويه تنرفى يترتق عرق وتولي هان تولي النص انت ديجا ما قابلينكش كومبلي لحا تولي لهم غير النص وتولي غير هكا وتجبدها. قلت انا عبقادر ما تنرفاش باش نتكلم جبدت كارو شعلت داك الكارو وهي راه تسقي وانا كميت في الجبده الاولى نزلت واحد الرحمه في الزوجه نسيت كاع باللي نزوج. في الثالثه وليت نشوف قلت الواحد يخصو يخطب شوف كان شمرة وهي راه تعيط وانا من بعد قلت نو نو دوك هادي عاودي ترتق لها عرق. ايوا روحت ليها جبت كارو شعلت لها قالت لي واش هذا قلت لها كنيتني قالت لي كالمي قلت لها وشكون كالماني انا هذا اللي كالماني ايوا قعدنا نتني وانا وياها وتركي صافا قالت لي الحمد لله. قلت لها شفتي الدخان كاينه والانسان يتنرفع له والله قلت لها اثنان في طلعوا لك لينار جبتي كارو كميت تكالمات توفا بيان. قالت لي والله اللي عندك الصح. قلت لها قولي لي قالت لي واش قالت لي زوجة قالت لي والله الواحد الله العلي السنة مكتوب الله ما هي ونساتني بالدخان. قلت لها مكتوب الله راه اونفاس والله وطراتيه لا رحتي انا عاد نهضر معاها ولادي يسقيو قلت لها اكمي وكمي ولا يطلطق عار. ميرسي خوتي باسكو عطوني 15 مينوت قالوا لي ما ديباسيش 15 مينوت باسكو يا دي تخو و اظن نزيدكم هذا نزيدكم هذا والله العظيم اخوتي شوف لاول مره غادي نقولها من صميم القلب والله وما عنديش النفاق انا جو سوي ديريكت. اول مره في طنجه وطنجة والله اخوتي يقول تلاقى الناس في باريس مغاربة من طنجة ويقول لي عبقادر روح زور طنجة لأن طنجة زوينة بزاف مضروق والله مضروق دروق هاني جيت وشفت طنجة دونك أنا اللي غادي نحكي لهم على طنجة.